مناسبة ما تيجي نتكلم عن الجهاز الفني بتاع المنتخب. والله انا شايف ان الجهاز الفني كويس جدا طبعا، ماتشين كسبناهم رايح جاي طبعا مع حجم الفريق اللي احنا بنلعبه طبعا، انما مهم جدا ان انت متصدر المجموعه عندك 10 بونت، اللي بعدك عنده 6 بونت بعيد خالص عنك، فطبعا ده بيديك دافع وبيديك حافز انك انت تكمل المسيره انك انت تخش كاس العالم ان شاء الله يعني. انما انا شايف كيروش بالورق وبالمنطق ان هو يعني النسبه بتاعته 100% كويس جدا يعني، ونشوف الايام الجايه ان شاء الله هيحصل ايه. هو عامه تصريحاته كانت برده محترمه امبارح يعني، لما اتسال كذا حاجه انا وكريم اتناقشنا في ده في اول الحلقه، هو كان بيتكلم ان لسه ادائنا كويس وكل حاجه مبسوط، بس مش هو ده اللي انا اصلا برده بطمح ليه، انا لسه عندنا لسه حاجات كتيره جدا هنقدمها لغايه لما اوصل للمستوى اللي انا عايزه. برده لم يتحدث عن نجم المباراه، هو قال المنتخب هو نجم المباراه، قال ان بقى فيه الفه اكتر ويعني روح افضل بين اللعيبه. اتكلم كمان على قصه ان انا ماليش دعوه بالعوامل الخارجيه منها الارض، لما سئل عنها لك انا يعني عجبني قوي ان هو لم يعلق اي شيء على اي حاجه خارجيه، يعني هو دايما بيتكلم عن الخلاصه زي ما بيتقال، كان مش دعوه باي عامل خارجي، قال لك كل حاجه بتبقى عليا وعلى المنافس، فده شيء محترم. بص حضرتك في علم التدريب المدرب اللي هو بيتكلم في الكوره بس ده تعرف ان هو مدرب كويس. اللي بيتكلم بقى في عوامل خارجيه الاداريه مش عارف ايه، انا بعمل كل حاجه، الكلام ده تعرف ان هو مدرب قليل جدا. فالراجل بصراحه عاجبني جدا لانه بيتكلم في الكوره بس، في فنيات بس، في شغله بس، ده مهم جدا تعرف ان هو مدرب كويس. انما اللي بيخش بيخرج في اطار حاجه تاني غير الفني وغير الشغل بتاعه، تعرف ان هو مدرب يعني مش مركز في الكوره بس، فده يبقى مدرب قليل. انما الراجل ده بصراحه انا شايف انه مدرب كويس، لانه على الورق طبعا سي في كبير جدا ومدرب كبير يعني، ضرب ريال مدريد وضرب فرق كبيره جدا، فطبعا هو مدرب كويس يعني، ان احنا شايفينه النسبه بتاعته نسبه كويسه جدا جدا اللي هو عملها. فده حتى شوف. الان بس ليبيا ما هياش يعني برضو المنتخب اللي يعني اللي تخاف منه انت، لا كده طبعا كده مش كلام، بس بس في عوامل بتوريكي حضرتك او بتورينا ان هو الراجل ده ماشي كويس.